قال روحاني أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين في طهران إن الولايات المتحدة تحاول تدمير استقرار إيران، وحذر روحاني واشنطن من العبث بذيل الأسد قائلا إن مثل هذه الأفعال لن تؤدي إلا إلى الندم. وأكد روحاني أن الولايات المتحدة لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط الخام بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز. لقد طمنا دائما أمن هذا المضيق، ونحن خططنا خطة شحن حيوية لإمدادات النفط العالمية منذ وقت مبكر، لا تنسى هذا. قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي السبت إن بلاده لا يمكنها الوثوق بتصريحات الأمريكيين أو حتى توقيعهم، لذا لا فائدة من التفاوض والمباحثات معهم، مشيرا إلى أن إيران ستواصل إجراء الحوار مع الشركاء الأوروبيين الذين يقون في الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا على أن الحكومة الإيرانية يجب أن تضع تدابير للحد من تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.